مكان عملهم. الفضل يرجع بالدرجة الأولى إلى هذه المعدات والأجهزة الحديثة، توصلوا إلى اقتنائها بالرغم من ارتفاع ثمنها بعدما كانوا يستعملون أخرى بسيطة لا تخضع لمعايير السلامة. مش متوفرة عندنا، كنا عندنا لابارايات اللي هي لابارايات عادية ربما كتطيحك في الخطأ أكثر ما تطيحك في الصواب. هذا الماتيريال غالي، ما يمكنش لينا دابا نقتنيوه بالنسبة لظروفنا الكهربائيين، بالنسبة للظروف ديالهم العادية. وأصبح العمل ديال الكهربائي كيقدموا في واحد المستوى عالي، واحد المنتوج اللي كيستافد منه المواطن وكيستافد منه بواحد الدرجة اللي هي ممتازة. إصرارهم على العمل بشكل مهني يواكب التطور التكنولوجي في المجال جعلهم يلجؤون إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكان إنشاؤهم للجمعية منذ سنتين هنا بإقليم إرحامنا أول خطوة لتحقيق هذا المشروع والاستفادة من هذه الأجهزة. جات لا كوميسيون دوزونا، عيطوا على المكتب الوطني للكهرباء قال لي كيفاش واش هاد الماتيريال، هاد الناس اللي تيقولوا هاد الكلام واش حق ولا تيهضروا؟ قال لي لا كلام معقول. ملي جينا المسيل عيطوا علينا قالوا لنا راه داز لكم الدعم. دابا هاد لاباراي ملي كتعبر لك واحد لاماس في المقاومه الارضيه تتقول لك مزيان خايب، هذاك الماء خطير تيستهلك كيكرفس السيد في الضو، كتولي كتجيه 100 درهم كتولي تجيه 250 درهم حتى 300 درهم. إتقان هذا الفريق لهذه الأجهزة لم يأتي من محض الصدفة، بل كان ثمرة تأطير مهني خضعوا إليه على يد خبير في المجال. يمكن لهم يستعملوا الأجهزة على أحسن وجه باش يكون استعمال حقيقي لتفادي الأخطار الكهربائية ولتفادي الإتلاف ديال الأجهزة ولضمان كيف قلنا أنه نكونوا نضمنوا المنشآت في أعلى مستوى. وقد تمكنت اللجنة الإقليمية برحامنا للتنمية البشرية ما بين 2010 و2015 من إنجاز ما يزيد على 700 مشروع باعتماد مالي يتجاوز 270 مليون درهم والذي شمل جميع القطاعات. وكذلك المشاريع المديرة للدخل تقريبا اللي تجاوزنا 51 مشروع واللي استهدفت 23000 مستفيد بواحد الاعتماد مالي اللي كيتجاوز 16 مليون ديال الدرهم. مشروع حقق من خلاله هؤلاء الكهربائيون الرفع من جودة الخدمات وتحسين المدخول والمساهمة الفعلية في بناء نموذج يحتذى به في المجال المهني. سيدة نادرة القرمعي، أثرني تصريح أحد الكهربائيين عندما قال ملي مشينا للجنة عرضنا المشروع ديالنا قالنا بلاتي نمشيو نسولوا واش هذا المشروع ديالكم فعلا انتم محتاجين هاد الجهيزات ولا لا.